بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أين الروعة؟ الروعة، كل الروعة في طريقة تنفيذ رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الأمر الإلهي. النقطة الأولى التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وآله لتنفيذ بلغ. لماذا النبي صلى الله عليه وآله أخر تبليغ ولاية أمير المؤمنين من مكة إلى الغدير؟ لماذا؟ الإنسان في أيام الحج مشغول بأعمال، عنده مهمات. الإنسان المشغول الذي عنده مهمة يريد أن ينجزها تقبله ضعيف، طبيعة الإنسان. أنت في وقت انشغال فكرك، في وقت أنك مأمور بعمل مهم تريد أن تقوم بهذا العمل، استيعابك للأشياء الأخرى ضعيف. هذه أجواء الحج، بخلاف ما لو أنهيت مهمة استيعابك يكون في أعلى الدرجات. القضية يبدو لي أصلا بديهية، كل إنسان عنده مهمة، عندما ينجز مهمته يكون ذهنه وقادا بشكل غير طبيعي إذا كانت المهمة كبيرة. أما في أثناء المهمة من الخطأ توجيهه في الأمور المهمة. ثانيا، الوضع الجغرافي لمنطقة الغدير. هذا الوضع ما كان موجودا لا في مكة لا في عرفات لا في المشعر لا في منى لا في أطراف مكة، ما موجود هذا الوضع. منطقة الغدير كانت المنطقة الجامعة لكل الناس الذين يرجعون إلى بلادهم، هو مفترق الطرق. منطقة الغدير مفترق الطرق إلى مصر إلى اليمن إلى المدينة. الذي كان يريد أن يذهب إلى مصر كان يمر على الغدير، الذي يريد أن يذهب إلى اليمن كان يمر على الغدير، الذي يريد أن يذهب إلى المدينة كان يمر على الغدير. انتخب النبي صلى الله عليه وآله مكانا كل الحجاج الذين يرجعون من مكة إلى بلادهم سيمرون على هذه المنطقة حتما. ثالثا، في أجواء الحج الحجاج كان بإمكان شخص أن يعتذر بأنه ما كان موجودا، بعد ذلك يسأل تعرف قضية ولاية أمير المؤمنين، كان يقول أنا ما كنت موجودا في أجواء الحج، شخص يضيع. كان بإمكانه أن يقول كنت موجودا ولكن فكري كان مشغولا ما انتبهت. كان بإمكانه أن يقول كانت هناك خيام مانعة من الرؤية، كان بإمكانه أن يقول ألف شيء، ولكن أجواء الغدير ما كان من الممكن أن شخصا ينكر. رابعا، النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير اختار هذه المنطقة. لاحظوا الغدير يعني ماذا؟ الغدير هي الحفرة التي يجتمع فيه الماء، ماء المطر، هذا يسمى بالغدير. حفر صغيرة حفر كبيرة. الغدير كانت حفر، طبعا كانت بعضها ضخمة جدا. أصلا لماذا منطقة الغدير مفترق الطرق؟ لماذا الكل كان يأتي إلى هنا؟ الغدير كانت حفرة كبيرة ضخمة جدا، مياه الأمطار، المياه آنذاك كانت شيئا قليلا، في الطرق شيء نادر. الذي يريد أن يذهب إلى أي منطقة يلزم أن يأتي إلى منطقة الغدير. لماذا؟ لأنه هنا كان يجتمع الماء، فكان الحجاج يأخذون الماء. طبعا هذا في الشتاء، في الربيع، في الصيف لا يوجد ماء أصلا، الماء انتهى. هنا تصوروا حفرة ضخمة جدا، لو أردنا أن نمثل لهذه الحفرة مثل ملعب الملاعب التي
تبنى. شكل الغدير هكذا، ولكن الملاعب فوق الأرض، الغدير على الأرض تحت الأرض يكون. الناس جلسوا أطراف الغدير، يعني بالضبط مثل المدرجات. النبي صلى الله عليه وآله في وسط الغدير هناك، الكل يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. لو كان بشكل آخر لعل البعض ما كان يرى، هذا الجمهور الكبير. ولكن المدرجات، شكل المدرجات تجعل النظر أسهل، تجعل حتى الصوت يصل بطريقة أسهل. الصوت في مكان مفتوح أو في مكان بهذه الصورة الصوت يصل أسرع وبصورة أفضل. الاختيار الدقيق، لاحظوا. خامسا، النبي صلى الله عليه وآله ورد في أحاديث عديدة، في أحاديث عندنا معتبرة، عند العامة معتبرة وصحيحة، أن صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى كل هذا العدد. روايات عديدة وصحيحة أن كل من حضر، يعني هذا 20,000 على الأقل، أو 70,000 على قول آخر، أو 120,000 قول آخر، عندنا 180,000، هذا العدد يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف؟ وأحاديث صحيحة أن الكل سمع النبي صلى الله عليه وآله. كيف سمع النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير؟ وهذا أشرت إليه في الأسبوع الماضي على ما ببالي. كان ينادي بأعلى صوته. رسول الله صلى الله عليه وآله فداء لجسمه الشريف، فداء لصوته الشريف. جسمه جسم خارق، جسم استثنائي، ما قطع النظر عن روحه، روحه شيء آخر أصلا، خارج عن استيعاب البشر، خارج عن استيعاب الملائكة. جسمه كان جسما قويا، جسما فيه القوى الطبيعية للجسم الطبيعي، قوى خارقة. هكذا شخص صوته كم كان رفيعا لا أعلم، كان ينادي، هذه العبارة واردة في الروايات حتى في مصادر العامة، في الرواية الصحيحة عندهم، كان ينادي بأعلى صوته، لا بصوت عال، بأعلى الدرجات كان ينادي. النقطة السادسة، النبي صلى الله عليه وآله أحيانا الخطب، عادة، لا أقول أحيانا، أصلا عادة الخطب 99% من الخطباء، في 99% من الخطب عادة الخطب الخطيب يتكلم. خطبة النبي صلى الله عليه وآله ما كانت في الغدير، لعله أكثر الخطب كانت هكذا في الغدير، خطبة النبي صلى الله عليه وآله ما كانت هكذا. النبي صلى الله عليه وآله كان يجعل الجمهور يتفاعل معه، ما كان فقط يتكلم، كان يسأل منهم، يسأل وينتظر الجواب. أحيانا الخطيب يسأل سؤالا من الجمهور ثم هو يجيب، أحيانا الإنسان يسأل سؤالا واضح الجواب، لا يحتاج إلى إجابة، واضح الناس كلهم يعرفون. لا، النبي صلى الله عليه وآله سأل سؤالا واضح جوابه، ولكن انتظر من الناس جوابا. قال لهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ واضح قطعا يا رسول الله، أنت أولى بالناس من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نص القرآن الكريم. لا، ما مشى، ما قال هذه الكلمة ومشى، أعادها مرة ثانية: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. انتظر منهم جوابا، يعني أوجد تفاعلا. في بعض الأحاديث التي وردت حتى في مصادر العامة، قال لهم: ألست أولى بكم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. مرة ثانية: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من أمهاتكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألست أولى بكم من آبائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الراوي يقول: ثم قال صلى الله عليه وآله: ألست، ألست، ألست. فصار الناس ينادون بأعلى أصواتهم: بلى يا رسول الله. ما الذي تريد أن تقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي المولى. بهذه الطريقة الشخص يتمكن أن يقول: أنا ما سمعت، أنا ما التفت. نقطة سابعة، النبي صلى الله عليه وآله في وسط الغدير كان،
طبعا الجمهور يراه. أمر النبي بأمر خاص، أمر النبي صلى الله عليه وآله أن تجمع الرحال للجمال للإبل، صار مرتفع يعني في الوسط ومرتفع. ثم صعد النبي صلى الله عليه وآله على هذا المرتفع وخطب، يريد أن يوصل النبي أن ينفذ أمر الله عز وجل بالتبليغ. نقطة ثامنة، العديد، راجعوا هذه الخطبة الشريفة، العديد من الأمور النبي صلى الله عليه وآله كررها في الخطبة بنفس الألفاظ، كان يكرر أحيانا، أحيانا كان يكرر بألفاظ مختلفة. هذا اللفظ لعله أحد الناس ما عرف، لفظ ثاني نفس المعنى، لفظ ثالث، لفظ رابع، خصوصا قضية ولاية أمير المؤمنين. لعل الكلمات، أنا ليس لي إحصاء، لازم الإنسان يراجع خطوة الغدير حتى يعرف، لعله 10 طرق من الألفاظ، الألفاظ المختلفة، خلافة، إمامة، ولاية، وصاية، وصي، خليفتي، إمامكم بعدي، وليكم، ولي المؤمنين، كل الكلمات التي تؤدي هذا المفهوم النبي صلى الله عليه وآله قالها في خطوة الغدير. النقطة التاسعة، وما أعجبها من النقطة هذه، كم كان النبي صلى الله عليه وآله رؤوفا بالمؤمنين، أصلا لا نظير له، الله عز وجل في القرآن الكريم يصفه بهذه الصفة، بالمؤمنين رؤوفا رحيم. في يوم الغدير النبي صلى الله عليه وآله ماذا صنع؟ جمعهم في أشد الحر. ليس عجيبا؟ يا رسول الله، جئت بنا إلى الصحراء قاحلة في وسط الصيف في هذا الحر الشديد، كان الشخص يجعل جزءا من ثوبه تحته من شدة حرارة الأرض، الناس آنذاك ما كانوا تعودوا على التكييف، الحر كان عندهم عادي، الذين كانوا يعيشون في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كان الحر عندهم عادي، انظر الحر الشديد ما كان يتحمل. 5 دقائق 10 دقائق؟ لا، خطوة النبي لعلها بالطريقة الطبيعية تطول 3 ساعات. متى يا رسول الله؟ يا رسول الله اجعل هذه الخطة أول النهار بعد طلوع الشمس مباشرة. لا، النبي صلى الله عليه وآله جعل خطبته قبيل أذان الظهر، يعني قمة الحر. لماذا يا رسول الله؟ النبي بالمؤمنين رؤوف، ولكن رأفته على دنيا المؤمنين أقل من رأفته على آخرة المؤمنين. حريص على المؤمنين، حريص على آخرتهم أكثر من هو مما هو حريص على دنياهم. القضية قضية مصيرية، يلزم أن تكون الأجواء غير طبيعية. كل إنسان، أنت، أنا، كل الناس في الأجواء الطبيعية أكثر الأشياء ننساها، 90%، لا 95% من القضايا التي مرت علينا في أجواء طبيعية ننساها، أليس كذلك؟ أما الشيء الذي يمر على الإنسان في جو غير طبيعي مستحيل أن ينساه. النقطة العاشرة، عادة الخطب لكل الخطباء والخطب للنبي صلى الله عليه وآله كانت كلاما، غايته أنه سؤال وجواب، أحيانا قليلا. النبي صلى الله عليه وآله ما اكتفى بالسؤال والجواب، أخذ بيد أمير المؤمنين، يعني تمثيل، يعني تصوير للعين، ليس فقط تسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا، أمر أمير المؤمنين أن يصعد على هذا الشيء الذي صنعوه من رحال الجمال، أخذ بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورفعها أعلى الدرجات بالمقدار الممكن حتى بان بياض إبطيهما. في بعض الروايات الشريفة حتى في مصادر العامة هذا ورد، النبي صلى الله عليه وسلم، العبارة هكذا، حتى بان بياض إبطيه، يعني النبي ما رفع يد أمير المؤمنين هكذا، هكذا صنع، أخذ يد أمير المؤمنين رفعها، رفع اليد الأخرى أيضا. هذا المنظر ينسى في كل حياة النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله صنع مثل ذلك؟ لا. النقطة 11، يا رسول الله خطبت هذه الخطبة العجيبة، هذه الخطبة لا تنسى، أمر أن تنصب له خيمة
وتنصب لأمير المؤمنين عليهم وعليهم الصلاة والسلام خيمة أخرى، أمرًا المسلمين فردًا فردًا أن يدخلوا على رسول الله يهنئوه، وأن يدخلوا بعد ذلك على أمير المؤمنين ويبايعوه، حتى النساء. الطريقة مشهورة طبعًا. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وضع يده في طشت كبير من الماء، جعل حاجب حاجز، المرأة كانت تدخل من الطرف الآخر، تجعل يدها في الطرف الآخر من هذا القدح الكبير من الماء، بعنوان البيعة. رجالا نساء الكل يجب أن يبايع. النقطة الثانية عشرة والأخيرة وليست الآخرة، يا رسول الله أمرت الناس أن يبايعوا؟ لا، توقف بعد الخطبة. قبل الخطبة كم يوم؟ لا أعلم، يوم يومين، إلى أن وصل، إلى أن رجعوا هؤلاء، طالت الفترة. بعد الخطبة الشريفة توقف 3 أيام بلياليها، الناس يدخلون عليه صلى الله عليه وآله يهنئوه، يدخلون على أمير المؤمنين يبايعوه. 3 أيام الكل لازم يبايع. لنفرض شخص قال نسيت الخطبة، نسيت البيعة أيضاً؟